السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول السبورت سيستم ليه مش موجود في كل إصدارات الريفت غير ادنس برغم انها قصوى للكوردريشن والتكلفة طبعا بكل انواعها سواء سبورت في السلابس او في الارض. كلام جميل. هي الفكرة كلها ان الشركة اوتوديسك او غير اوتوديسك او اي برنامج سواء ريفت او اركاد او كذا، الشركة بتبدأ مجموعة المبرمجين بيبدأوا يشوفوا ايه الأولوية، بيبقوا عاملين وش ليست وعاملينها بابليك ناس كلها وناس تقدر تدخل على الموقع وتعمل تصويت انهي خاصية اللي عايزينها في الإصدار القادم. واحنا بنتابع طبعا كل سنة التطورات والأمنيات، وفي حاجات كتيرة جدا بنطالب بيها وما بتحصلش. يعني من أبسط حاجات وليها أدنس كتيرة جدا مما يدل إن برمجتها سهلة، ان انا لما اجي اعمل اكسبورت للسكادولات كلها تطلع مره واحده، ما يقعدش يعمل سكادول وتصدر على الاكسل على طول بالسي اس في او تكست او كده. فده اظن مطلب مشروع ولغايه دلوقتي لسه ما اتعملش. ليه؟ بيعملوا تصويت وبيشوفوا ايه الاولويه، ممكن تكون في حاجات تانية ليها اولويه عنك او الناس صوتت على حاجه تانية او المبرمجين شايفين ان دي ليها سبب معين مش هينفع او هم عايزين الاسكادولات تبقى موجودة في قلب الشتات وهكذا. يعني في 2021 مثلا حطوا خاصية ان انت تقدر لما تحط الجدول في قلب الشيت تقدر تقسمه على مرتين، دي كان بنطلب بيها بقالنا سنين. عشان كده بنقول احنا ممكن نتعلم البرمجة بحيث ان لو في خاصية مش موجودة نقدر احنا نبرمجها ونقدر ان احنا نعملها. فسبب انها مش موجودة المبرمجين شايفين ان في اولوية لحاجة تانية، شايفين ان في اداة موجودة في السوق قوية ومش محتاج ان احنا نشتت جهودنا وهكذا.